بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب من تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسا عذبا ولم يألوه تبجيلا وتوقيرا وحبا، حمدا نرجوه به أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، آمين آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأماجد، أحييكم جميعا مرة أخرى كلا باسمه وجميل واسمه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ما زلنا دائما بفضل الله تبارك وتعالى وحسن معونته مسترسلين في شرح دروس المقدمة الأجرومية في علم النحو بنظم عاقدها محمد بن أبو الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى العون والتيسير، ونشرع بإذن الله تعالى في هذا اليوم وفي فاتحته في منصوبات الأسماء. تفضل الشيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: المنصوبات من الأسماء، باب المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكر، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول به. والمفعول به من حيث معناه اللغوي أي الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل أو وقع عليه الحدث، هذا هو المفعول به. وأما من حيث الاصطلاح والصناعة النحوية فتعريفه هو الاسم الصريح، المفعول به هو الاسم الصريح أو المؤول الذي يقع عليه فعل الفاعل ولم تتغير من أجله صيغة الفعل. أعيد، المفعول به أيها الإخوة هو الاسم الصريح أو المؤول الذي يقع عليه فعل الفاعل ولم تتغير لأجله صورة الفعل. الاسم أخرج طبعا ما ليس باسم، أي خرج من ذلك الفعل والحرف، فلا يكونان مفعولين أبدا. الصريح أو المؤول، وقد تعرضنا لهما غير ما مرة، الذي يقع عليه فعل الفاعل، الذي يقع عليه فعل الفاعل، أخرج الظرف لأنه لا يقع عليه فعل الفاعل وإنما يقع فيه فعل الفاعل، إذن خرج به الظرف، وخرج منه أيضا، خرج منه المفعول له لأنه يقع لأجله الفعل لا عليه، وخرج منه أيضا المفعول معه لأنه يقع معه الفعل لا عليه، وخرج منه المفعول المطلق لأنه هو نفس الحدث الذي وقع من الفاعل. المفعول المطلق هو نفسه الحدث الذي قام به هذا الفاعل أو الذي وقع من الفعل. بذلك نخرج سائر المنصوبات الأخرى حتى يستقل الحكم منفردا بالمترجم له وهو المفعول به فحسب. إذن فهذا هو تعريفه. قال رحمة الله عليه: مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. مهما ترى اسما وقع الفعل به، طبعا أيها الإخوة هناك خطأ في هذه الطبعة، صححوه بدون ألف مقصورة، هذا أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن تتدارك. مهما ترى بدون ألف، لماذا أيها الإخوة؟ مجزوم، فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة. نعم نعم، لا ينبغي أن، هذا خطأ. إذن مهما ترى اسما
وقع الفعل به. يقول إذا وجدت اسما قبل أن يقع عليه الفعل فاحكم على هذا الاسم بأنه مفعول به، بأنه مفعول به، وحكمه النصب، لأننا شرعنا الآن في تفصيل القول عن أنواع المنصوبات. قال فذاك مفعول، فإذا تأكدت منه فاحكم عليه بالنصب، وقد عرفنا تعريفه. قال ممثلا كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، أي كمثل قولك مثلا زرت، فعل ماض متصل بتاء الضمير وهي الفاعل، إذن زرت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. العالم هو الشاهد، العالم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. الأديب أي نعت، نعم تابع لمنعوته في نصبه. كذلك الشأن في قوله في المثال الآخر وقد ركبت الفرس النجيب بنفس الإعراب. ثم بعدما ذكر تعريفه أيها الإخوة وحكمه ومثل له بمثالين أراد أن يذكر أقسامه كما قسم لنا الفاعل ونائب الفاعل من قبل، فقال هنا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يعني أنه على قسمين، فمنه مفعول به ظاهر ومفعول به مضمر. قال فأول الذي هو الظاهر مثاله ما قد ذكرت لك، مثاله ما ذكر من قولي زرت العالم، فإن العالم اسم ظاهر، إذن فهذا مفعول به ظاهر. كذلك القول في قد ركبت الفرس النجيب، فإن الفرس مفعول به ظاهر. وقد يأتي مضمرا، وعرفنا سابقا عند الكلام على باب الفاعل أن الضمير متصل ومنفصل، أن الضمير متصل ومنفصل، أو قبل ذلك الضمير إما بارز، قسمان الرئيسان بارز أو مستتر، والبارز متصل ومنفصل. طبعا البارز طبعا بالنسبة للاستتار أيها الإخوة لا يدخل معنا هنا، سبق أن احترزنا حينما قلنا إن الاستتار أو الضمير المستتر لا يكون إلا ضمير رفع، تذكروا هذا، ليس هناك ضمير مفعول يكون مستترا غير موجود. ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر كما قال ابن مالك، إذن فالذي يستتر فقط هو ضمير الرفع، إذن فلا دخل له فيما نحن بصدد دراسته الآن. بقي لنا ماذا من الضمير البارز، ما الذي بقي لنا؟ طبعا الضمير البارز من حيث تعريفه ما معنى الضمير البارز؟ أي الذي له صورة في الخط وصوت في النطق. الضمير البارز هو ما له صورة في الخط لأنك تكتبه وصوت في النطق، تقول إياك تسمعه، ضربتك تسمع الكاف، ليس كذلك؟ فله صوت وله صورة، صورة خطية وأيضا صوت في النطق وعلى السمع. الضمير البارز إما أن يكون متصلا أو منفصلا، وكذلك يكون المفعول، فالمفعول به إما أن يكون ضميرا متصلا، تقول أكرمتك، أكرمتك، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. إذا جئنا نعرب قوله تبارك وتعالى ألهاكم ماذا سنقول؟ ألها فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل التكاثر مؤخر، إذن كم هذه الضمير الكاف في محل نصب مفعول به، لأنه كما قلنا التقديم والتأخير لا يغير من الإعراب وإنما يغير من الدلالة. التقديم والتأخير له دخل في تغيير الدلالة لا في تغيير الإعراب، الإعراب ثابت سواء وقع التقديم والتأخير أم لم يقع، مفهوم يا إخوان؟ لكن العرب ترتكبه توسعا في الكلام لأن كلام العربية فيه مرونة وتقصد بذلك معاني ودلالات. إذن هذا عن الضمير المتصل. كذلك قد يكون منفصلا، المفعول به قد يكون منفصلا وهو منحصر في كلمة إيا، منحصر في كلمة إيا، ويتفرع عنها 12 ضميرا بحسب التكلم والخطاب والغيبة. إياي إيانا، إياك إياك، إياكما إياكم، إياكنا، إياه إياها، إياهما إياهن، فهذه 12 تبعتم. وإلا فالضمير الذي هو مفعول به هو كلمة إيا، أما الكاف أو الهاء أو غيرها فهي أحرف دالة على الخطاب أو التكلم أو الغيبة. فإذا أخذت قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، إياك تقول إيا مفعول به، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف للخطاب، حرف دال على الخطاب فقط. نعم نعبد طبعا هو العامل. طيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. قال فأول مثاله ما ذكر، والثاني الذي هو الضمير قل متصل
ومنفصل مثل عليهما بقوله زارني أخي وإياه أصل، زارني أخي وإياه أصل. هناك ملاحظة فارقة بين الضمير المتصل إذا كان ضمير فاعل وضمير مفعول. أنت إذا قلت لك جئني بفاعل ضمير متصل، تقول مثلا أكرمت، هذه ضمير فاعل ولا ضمير مفعول؟ طيب، وإذا قلت جئني بضمير مفعول تقول أكرمك، أليس كذلك؟ تلاحظون أن ضمير الفاعل يسكن له آخر الفعل، صحيح ولا لا؟ أكرمتك، لكن أكرمك لا يسكن له. لماذا؟ قالوا لأن الفاعل ينزل من الفعل منزلة الجزء، فكان برمته بمثابة الكلمة الواحدة، أما المفعول به فهو في حكم الانفصال، لا يتنزل منه منزلة الجزء، ولذلك لم يؤثر في بنية الفعل. فالذي يتأثر من الضمير المتصل أو الذي يتأثر به الفعل من الضمائر المتصلة إنما هو ضمير الفاعل دون ضمير المفعول به. نعم، هذا من الفوارق بينهما حتى تميز هل هذا ضمير رفع فاعل أو ضمير مفعول به. فإن ضمير الرفع يسكن له آخر الفعل، فتقول في ضرب أصلها ضاربات ثم سكنت لي لهذه التاء. نعم، طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما إعراب إياه هنا؟ انتبه، وقضاء ولا لا نستعجل عليكم، ستأتي في درس الاستثناء. مفرغ. إذا دعوا هذا المثال، سندرسه إن شاء الله اليوم. نحن أخذنا عهدا على أنفسنا ألا نطالبكم بما لم تدرسوه، ولو درستموه من قبل أنتم في حكم أنكم. طيب، إذا إلى هنا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا مما يتعلق بباب المفعول به، وننتقل إلى الباب الآخر. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب المفعول المطلق. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جثلا. هذا النوع الثاني من أنواع المنصوبات، وهو المفعول المطلق. المفعول المطلق، طبعا كلمة المفعول عرفناها من حيث اللغة في الدرس السابق، المفعول الذي وقع عليه الفعل، والمطلق من الإطلاق بمعنى الإسجال، الإسجال والإرسال. أما من جهة المركب وتعريفه من جهة الاصطلاح، فهو ما دل أو هو ما قصد به تقوية عامله. المفعول المطلق من حيث تعريفه الصناعي النحوي ما قصد به تقوية عامله أو بيان نوعه أو عدده من مصدر صريح أو ما ناب عنه. أعيد، المفعول المطلق أيها الإخوة تعريفه في الاصطلاح النحوي ما قصد به تقوية عامله، أي العامل الذي نصبه، أو بيان نوعه أو عدده من مصدر صريح أو ما ناب عنه طبعا التعريف يشير بنا إلى أو يأخذنا ويبين لنا أقسام هذا المصدر، ويبين لنا نوع العامل أيضا من خلال هذا التعريف ليكون جامعا مانعا. إذن ما قصد به تقوية عامله؟ طبعا العامل الذي يستوجب نصب المفعول المطلق لا يعني أو لا يقتصر على كونه فعلا، قد يكون فعلا، وكلم الله موسى تكليما وتبتل إليه تبتيلا ورتل القرآن ترتيلا، كلها أفعال ليس كذلك؟ إذن فالعوامل هنا أفعال، وقد يكون العامل وصفا، قد يكون وصفا ويعمل عمل فعله وينتصب منه المفعول المطلق أيضا، كما في قوله تبارك وتعالى والذاريات ذروا، فالذاريات وصف، وقد يكون العامل مصدرا كما في قوله عز وجل إن جهنم جزاؤكم جزاء. كلمة جزاء هنا ما يعربها؟ مفعول مطلق، والعامل هو المصدر، لأن المصدر يعمل في نظيره، المصدر يعمل في نظيره، بل ويتعلق به ما يتعلق بالفعل، كما في قوله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء. كلمة بالسوء أو الجهر والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالجهر بالمصدر، كأن التقدير لا يحب الله أن تجهروا بالسوء، أن تجهروا بالسوء إذا فككنا هذا المصدر المنسبك. إذن فهذا هو العامل. ننتقل الآن إلى أنواعه. طبعا نحن قلنا أيها الإخوة في التعريف من مصدر
أو ما ناب عنه. لماذا؟ حتى ندخل ما ليس بمصدر مما أعرب إعرابه، لأن المفعول المطلق الأصل فيه نعم أن يكون مصدرا، وهذا الذي ذكره وأشار إليه الناظم بقوله المصدر اسم جاء ثالثا. أراد أن يتحدث عن المفعول المطلق فتحدث عن الباب كله قبل أن يلج فيه. لما كان المفعول المطلق نوعا من أنواع المصدر احتجت أن تتعرف ابتداء على المصدر، فأعطاك تعريف للمصدر مبسطا ميسرا مسهلا يناسب المبتدئ، فقال اعلم أن المصدر هو الذي متى جئت لتصرف فعلا من الأفعال تأتي به في المرتبة الثالثة، فتقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، فهم يفهم فهما. يقول هذا الذي يأتي ثالثا في ترتيب التصريف هو المصدر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب، مصدر منصوب لسبب ما، وهو تقوية العامل أو بيان نوعه أو عدده. وإنما عبرت في التعريف ومن باب أن يكون التعريف جامعا مانعا حتى لا يبقى شيء يستدرك، قلت من مصدر أو ما ناب عنه، لأن ثمة أشياء تعرب أيضا مفعولا مطلقا وليست بمصادر، كالإشارة وكلمة كل وبعض، كالإشارة قد تأتي أيضا مفعولا مطلقا، أو كل أو بعض. فلا تميلوا كل الميل، ما يعرب كلمة كل؟ مفعول مطلق، مفعول، لكن يعرب مفعولا مطلقا، ناب عنه في الدلالة، لكن في الإعراب يعرب مفعولا مطلقا وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. الإعراب تقول مفعول مطلق يا شيخ. طيب قضية نائب ولا كذا في الإعراب لا, لا, لا تذكر، تقول مفعول لأن محله مفعول مطلق، يعني لو رفعته وضعت مصدرا لأعربته مفعول مطلق، هكذا يعرب. إذن فهذا حتى يدخل ما ليس بمصدر كما ذكرت. فلذلك رحمة الله عليه احتاج أن يعرف المصدر قبل أن يدخل إلى أنواعه. طيب بالنسبة للمفعول المطلق أيها الإخوة، إما أن يقصد به من حيث نوعه أو من حيث الغرض منه، إما أن يقصد به تقوية العامل، تقوية العامل كما مثلنا لكم بقول الله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، زيادة في تقوية مدلول العامل والحكم، ورتل القرآن ترتيلا، عرفتم يا إخوة؟ فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كلها مصادر قصد بها تقوية عاملها. وقد يقصد به وهو الأمر الثاني بيان النوع، بيان نوع هذا المصدر أو الآلة، كما في قولك مثلا ضربته صوتا، هذا بيان للآلة التي أدي بها الحدث، تبعتم؟ بيان للآلة، تقول مثلا أو بيان لنفس المصدر، كما تقول مثلا رجعت القهقرة، رجعت القهقرة، فهذا أيضا بيان. أو جلست القرفصة، والقرفصة نوع من الجلوس وهو جلسة المنكب أو المحتبي، كما في قول الشاعر فلو جلست القرفصة منكبا تحكي أعاريف فلات هلبا، أو امتخطت وبرا وضبا، ولم تنل غير الجمال كسبا، ولو نكحت جرهما وضبا، وقيس عيلان الكرام الغلبا، لم تك إلا نبطيا قلبا. هذا الرجل أراد أن يتشبه بأهل البادية لكي يحسب منهم، فقال له والله لو فعلت ما فعلت فإنك نبطي قلبا، حتى لو جلست جلستنا ولبست ألبستنا وتزوجت منا فإنك نبطي القلب، وإن كنت صرت يعني بدويا بالحال. طيب إذن هذا بالنسبة للنوع، أيضا لبيان العدد، لبيان العدد. ومن ذلك مثلا تقول مثلا ضربته ضربتين، ضربته ضربتين، فضربتين مصدر مبين عن عدد الحدث، عن عدد الحدث. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذا أيضا مفعول مطلق مقصود به بيان عدده، وهكذا. نعم فإذا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فهذا أيضا مصدر قصد به بيان العدد. طيب من جهة أخرى قسمه الناظم رحمه الله تعالى إلى لفظي ومعنوي، قال اعلم بأن المفعول المطلق منه لفظي ومنه معنوي، ما المراد باللفظي وما المراد بالمعنوي؟ قال عنه وهو لدى كل فتى نحوي، أي لدى كل ممارس للنحو قسمان ما بين لفظي ومعنوي. ثم عرف لك اللفظي والمعنوي بقوله فذاك أي الأول، لم يقل ذا لآخر مذكور، وإنما قال فذاك أي المذكور أولا وهو اللفظي، ما وافق لفظ فعله،
كزرته زيارة لفضله، هذا ما يسمى عندهم بالمفعول المطلق اللفظي، وضابطه هو الموافق للعامل فيه في أصل مادته، هو الموافق للعامل فيه في أصل مادته. لماذا لم نقول هو الذي اشتق منه مثلا أو الذي طابقه في تصريفه؟ لأنه لا يشترط أن يطابقه في تصريفه، وإنما الذي يشترط أن يشاركه في أصل المادة، في أصل المادة التي هي جذور الكلمة التصريفية. لماذا؟ حتى يدخل معنا مثلا قول الله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، ما هو المصدر المقيس من تفعل؟ تفعل تعلم تعلما، تدبر تدبرا، تبتل تبتلا. إذن لكن جاءت في الآية تبتل إليه تبتيلا، فهذا ليس بمصدر لتبتل، عرفتم؟ وإنما هو تبتيل مصدر لبتل، فعل تفعيلا كما قال ابن مالك وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. إذن فلذلك لم نشترط الاستواء في الاشتقاق بقدر ما اشترطنا الاستواء في أصل المادة، مفهوم يا إخوان؟ طيب هذا كله يدخل فيما يسمى بالمفعول المطلق اللفظي. أما المعنوي فهو ما شاركه في معناه دون لفظه، دون أصل مادته، شاركه في معناه من باب الترادف، من باب الترادف أي اختلاف اللفظ واستواء المعنى، اختلاف اللفظ واستواء المعنى. تقول فرحت جذلا، فرحت جذلا وانبسطت سرورا، قام قعودا، قام وقوفا عفوا، وجلس قعودا، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى المفعول المطلق المعنوي، هذا الذي عبر عنه بقوله وذا إلى الأخير الذي هو المعنوي موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. ننتقل إلى الدرس الذي بعده. نعم. قال رحمه الله باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار فيه وزمنيا ومكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا عتمة مساء وصباحا عتمة مساء وصباحا فاستعمل الفكرة النجاحة. ثم المكاني مثاله اذكره مثاله، لو قلت مثاله يصح إعرابا لكن يحتاج إلى إضمار. لو قلت ثم المكاني، طبعا المكاني مرفوعة عطفا على أما الزماني، انتبهتم في بداية في البيت الثاني باب التناسب جاءت الزماني ثم المكاني. أما كلمة مثاله فهي مفعول به مقدم لذكرة، التقدير أذكر مثال المكاني، أذكر مثاله. ولو قلت مثاله اذكرا يصبح مثاله مبتدأ، واذكر فعل يحتاج إلى تقدير حتى يصبح جملة خبرية، كأنك تقول مثاله أذكره. والقاعدة أن الاستقلال مقدم، القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، ولا يصار إلى التقدير مع صحة الظهور، مفهوم يا إخوان؟ بمعنى أن التقدير يسار إليه بحسبه، بحسب الحاجة. أما إذا كان مذكور الكلام مستغنى به فإنه لا يحتاج إلى الإضمار، لا يحتاج إلى الإضمار. لذلك هذه قاعدة نحوية وتفسيرية، وهي القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. نعم. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. النوع الثالث أيها الإخوة من المنصوبات هو الظرف. الظرف في اللغة العربية الوعاء، جعلت وعاء ظرفا لأغراضي أو لحاجاتي، أي استوعيته فيها فهو وعاء لها يحملها. وسمي الظرف ظرفا لأنه من زمان أو مكان وعاء للحدث، لأن الحدث وقع فيه فكان بمثابة الوعاء الذي وقع فيه. أما اصطلاحا فهو نوعان، وظرف زماني وظرف مكاني، وهو من حيث تعريفه الأصلي يقول هو المنتصب أو اسم زمان أو مكان منتصب على إضمار فيه، منتصب على إضمار فيه. أو إن شئنا لا ندخل الحكم في التعريف، نقول اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه، ضمن معنى فيه.
اسم زمان أو مكان ضمن معنى في. وحينما نقول ضمن معنى في أو على تقدير في، لا نقصد بذلك أنك إذا جئت تعرب تقول منصوب على إضمار في، لا، هذا التضمين أو التقدير معنوي فقط لا لفظي، تقدير من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وإلا فإن الظرف نصبه قائم بذاته، لا يحتاج أن تقول في الإعراب لقيته مساء، مساء ظرف منصوب على إضمار في، ما يحتاج هذا. نعم مفعول فيه، مفعول فيه، نعم هو المفعول فيه الحدث، الظرف هو الذي يسمى المفعول فيه نفسه، هما مصطلحان أو اسمان لمسمى واحد، لأن الحدث وقع فيه فهو مفعول فيه. أقصد قضية الإعراب، إذا جئت تعرب لا تقول لا يشترط أن تقول منصوب على إضمار فيه، وإنما هي للبيان لكي تميز، لماذا؟ حتى تحترز عن بعض الأسماء التي هي تستعمل ظروفا لكنها وردت في سياقات غير ظروف. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كلمة يوم ظرف من حيث معناها، لكن من حيث الإعراب ليست بظرف هنا لأنها مفعول به. لماذا؟ ما الضابط الذي جعلنا نحكم بأنها ليست مفعولا به، أنها ليست ظرفا؟ لأنها غير، لم تنصب على إضمار فيه، لم يضمر فيها، ليس فيها معنى فيه. إذ المقصود يخافون عين اليوم أو اليوم عينه، ولا يخافون في ذلك اليوم بالنسبة لهذه الآية. تقوا يوما أي خافوا هذا اليوم نفسه، نعم، وذلك أبلغ الحقيقة. طيب، يخافون يوما تتقلب فيه، كذلك يخافون نفس اليوم، فحتى يخرج هذا لأنه ليس على إضماره. نأتي الآن إلى نوعي الظرف، فمنه ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان أيها الإخوة وظرف المكان ما منهما ظرف إلا وهو ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، فهناك ظرف زمان مختص وظرف زمان غير مختص أو مبهم يسمى بالمبهم. كذلك الشأن بالنسبة لظرف المكان، ظرف مكان مختص وظرف مكان مبهم، ولنأتي على ذلك بما يسر الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. ظرف الزمان المختص هو ما يدل أو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان. ظرف الزمان المختص خصصته أي جعلت له مقدارا معينا محدودا، إذن ظرف الزمان المختص هو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، واضح؟ وقد مثل لك بأمثلة كثيرة سننتقيها مع بيان معانيها وما استيسر من أمثلتها. قال رحمة الله عليه: أما الزماني فنحو ما ترى ما سأنثره بين يديك، وإن كان قد جمع في صعيد واحد ولم يفرق بين ما هو مبهم وما هو مختص. قال: اليوم والليلة ثم سحر إلى غيره. كلمة اليوم هل هي مختصة أم ليست مختصة؟ نعم، لأنها محددة، اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم، كلمة اليوم ظرف منصوب والعامل فيه أكملت، نعم. كذلك الليلة أو ليلا، كذلك الليلة أو ليلا، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نعم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه أي في ليل، أليس كذلك؟ إذن فهو منصوب على إضماره. وسبحه ليلا، فكلمة ليلا أيضا ظرف منفصل أو عفوا منتصب على إضماره، نعم. ثم سحر، السحر طبعا المقصود به إذا كان مرادا به الإطلاق، ليس مقصودا به سحر بعينه، لأنه لا ينتصب حينئذ على إضمار فيه. والسحر طبعا هو سدس الليل الأخير، سدس الليل الأخير قبيل الفجر، هذا هو السحر، وهو وقت السحور، وقت السحور. لقيته سحرا، لقيت زيدا سحرا أي في وقت السحر. ثم غدوة، والغدوة أول النهار بعيد الفجر، بعيد الفجر، نعم، بعيد طلوع، أي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذه هي الغدوة، وقت الغدوة أو الغدو، الغدوة أو الغدو، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، نعم. كذلك قوله تبارك وتعالى: ولهم فيها رزقهم بكرة، عفوا، ولهم فيها رزقهم بكرة، لا، هذه ما فيها غدوا، عفوا، كلمة بكرة، كلمة بكرة أيضا داخلة معنا، بكرة، البكرة هي أول النهار، نعم، بالغدو، ولكن ليست مصدر، ليست ظرفا، نريدها ظرفا، الذي يصلح هو المثال الأول، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كذلك بكرة، نعم، بكرة وهي أول النهار، أول النهار يوم قدمه، ويصلح المثال الذي ذكرنا لكم وهو قوله تبارك وتعالى: ولهم فيها رزقهم بكرة،
وعشيا، أي في وقت البكور وفي وقت العشي. كذلك غدا، غدا، والغد هو اليوم الذي يلي يومك، الغد هو اليوم الذي يلي يومك، كقول إخوة يوسف لأبيهم عليه الصلاة والسلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذه ترى كلها ظروف مختصة لأنها محدودة. كذلك عتمة، طبعا هو سكنها في بعض النسخ، في بعض النسخ مكتوب وعتمة مساء أو صباح، وعتمة، وإلا فإذا حذفت الواو وفاقا للنسخة التي معنا تقول عتمة، عتمة بما يسمى عند العروضين بالخبل. الخبل هو حذف الساكن الأول والساكن الثاني، اللي هو مستفعل، حذف السين وحذف الفاء السواكن فيصبح متاعل، متاعل، يسمى اللي هو الخبن، والطي جمعهما يسمى خبل باللام. نعم، عتمة. والعتمة هي ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول أي بعد غياب الشفق، تقول لقيت زيدا عتمة، أي في وقت العتمة، ومنه سميت صلاة العشاء بالعتمة لأنها في وقته. مساء، والمساء مختلف طبعا فيه ولا سيما في مبدئه على ثلاثة أقوال، منهم من قال المساء يبدأ من الظهر، هذا قول عند أهل بعض أهل اللغة، من الظهر إلى ما بعد ذلك، بل عند بعضهم يمتد إلى منتصف الليل، كل هذا يسميه مساء. وقال بعضهم بل بعيد صلاة العصر، أي من صلاة العصر إلى ما وراء ذلك. ومنهم من قال بل المساء يبتدئ من المغرب. فهذه أقوال على كل حال قالها أهل اللغة ولا نستطيع أن نرجح بينها. ومما استشهد به بعضهم على أن المساء يقصد به من المغرب أو مبدأه من المغرب ما جاء في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا في خرجة فكانوا صياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: انزل فاجدح لنا، وكانوا يتأهبون للفطر وكانوا صياما، فقال بلال: هلا أمسيت يا رسول الله؟ هلا أمسيت، ما معنى هلا أمسيت؟ أي هلا انتظرت غروب الشمس. فقالوا إذن هذا دليل على أن المستعمل في لغة قريش أن المساء بدؤه من المغرب. والمسألة على كل حال يسع فيها الخلاف، أئمة الكبار قالوا بأنه من العصر، والحمد لله الخلاف لا يضر، كل ذلك قيل به. ثم بعد ذلك مساء وصباحا، والصباح ضد المساء، الصباح ضد المساء. نعم، فالمغيرات صبحا، الصباح والصبح، فالمغيرات صبحا. نقول بذلك بفضل الله قد مثلنا وذكرنا ما ذكرناه لكم أيها الإخوة من ظروف الزمان، هي ظروف مختصة، أي أنها تدل على مقدار معين محصور محدود بزمن معين. ما تبقى من ذلك فهي ظروف زمان مبهمة، أي غير محدودة المقدار، مثل ساعة وحين وأبدا وأمدا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، أبدا. كذلك حين وكذلك ساعة، كل هذه أوقات في الحقيقة، لأن الساعة عند العرب ليست مثل ساعتنا نحن الآن التي هي 60 دقيقة، الساعة وقت وبرهة غير محدد. نعم، طيب، كذلك أبدا، وقد مثلت لها، ومن أيضا قوله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، تفيد التأبيد، أي من دون انقطاع. طيب، قوله تبارك وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تود لكم عفى الله عنها. وإن تسألوا عنها حين، كلمة حين أيضا هنا مفعول مطلق. ظرف المكان كما قررنا سابقا أيضا هو نظير ظرف الزمان، ينقسم قسمين، فمنه مختص ومنه مبهم. فالمختص من ظروف المكان ما له صورة وحدود محصورة. ظرف المكان المخصوص أو ظرف المكان المختص ما له صورة وحدود محصورة، كالمسجد والدار والساحة والسوق والمحل إلى غير ذلك. وكل هذه الظروف المكانية المحصورة أو المختصة لا تنتصب على الظرفية، لا ينتصب على الظرفية من ظروف المكان إلا ما كان مبهما، أمام، تلقاء، ثم، حذاء، خلف، الجهات الست كلها، فوق، تحت، الأشياء التي ليست محصورة ببناء مثلا أو بصورة معينة تسمى ظرف مكان مبهم، وهذه التي تنصب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، تلقاء مدين، تلقاء
لما توجه تلقاء مدين، كذلك ظرف مكان مبهم. قال ابن مالك رحمة الله عليه في هذه المسألة يقول: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، أي لا يقبل الانتصاب على الظرفية إلا ما كان مبهما، وأما الزمان والوقت فإنه مطلق. وكل وقت أي كل زمان قابل ذاك ولا يقبله المكان إلا مبهما. نعم. بالنسبة للظروف التي ذكرها حتى نمشي مع النظم، قال: ثم المكان مثاله اذكر أمام قدام وخلف ووراء وفوق تحت عند مع إزاء عند ذي العرش مكين عندها جنة المأوى ثم وأزلفنا ثم الآخرين. تقول: جلس زيد إزاء عمرين أو حذاءه أي على مقربة منه تلقاء مدين وقد مثلنا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. وهنا جلست هنا أو هناك، ويقال هنا وهنا وهنا وهن لغات فيها، تقال هنا هنا وهن بالتشديد وهنا وهن، قد جمع بعض الشعراء في قوله هنا وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم، هذا من الشواهد هنا وهن وهن. وبذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى أيضا قد فرغنا من باب الظرف، لعلنا نتوقف أيها الإخوة مخافة الإكثار عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نستأنف معاشر الإخوة الأكارم الأماجد ما بدأناه من الحديث عن دروس المنصوبات، وصل بنا المطاف إلى باب الحال، وصل بنا المطاف إلى باب الحال. تفضل الشيخ سعد. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسر ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل المثال واعرف المقاصد، وكونه نكرة يصاحي، وفضلة يجب باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحال أيها الإخوة في اللغة العربية الهيئة التي عليها الشيء من خير أو شر، الحال الهيئة التي عليها الشيء من خير أو شر. والأفصح في الحال لفظا التذكير، والأفصح في الحال معنى التأنيث، فتقول هذه حال، أفصح من قولك هذه حالة أو هذا حال، فالأفصح في اللفظ الحال من دون تاء التذكير، والأفصح في المعنى أن تقول هذه أي التأنيث. نعم. ومن غير الأفصح قول الفرزدق: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي، على حالة. نعم. أما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل النحو، فتعريف الحال هو وصف فضلة مفسر لما استبهم من الهيئات، وصف فضلة مفسر لما استبهم من الهيئات. وقد عبر رحمه الله تعالى في هذا الدرس والذي يليه من درس التمييز بقوله لمن بهم، وفي الحقيقة لا يستعمل في وزن إن فعل هذا الفعل، بل الصحيح فيه استبهم، فقضية إن بهم غير مسموع في كلام العرب، غير مسموع. ولو أننا أردنا أن نغير إن بهم باستبهم لاختل الوزن، ولذلك سندعها على ما هي عليه، ونمر الأمر على ما جاء مع التنبيه على هذا الخطأ. ففي الحقيقة من حيث النظم ومن حيث العربية واللغة لا يقال إن بهم علي الأمر، وإنما استبهم، استبهم بمعنى خفية وأشكال مثلا. إذن فهذا هو الحال، وصف، وصف وهو فضلة لأنه ليس بعمدة، المقصود به ماذا؟ أنه مفسر لما استبهم أي خفي من الهيئات، من الهيئات. نعم. فادخلوا الباب سجدا، يقول الله تبارك وتعالى: فادخلوا الباب سجدا. كلمة سجدا تبين عن هيئة دخولهم، تبين عن هيئة الهيئة التي دخلوا عليها، كيف دخلوا، دخلوا سجدا. ولذلك هو عبارة عن
أو يمكن اعتباره جواباً عن سؤال مصدر بكيف، يمكن اعتباره جواباً عن سؤال مصدر بالاستفهام كيف، كيف جاء زيد؟ جاء مبتهجاً. كيف لقيت عمراً؟ لقيته راكباً، وهكذا. طيب، من ذلك قوله تبارك وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفاً. كيف خرج؟ خرج خائفاً. إذن فخائفاً منصوب على أنه حال. نعم. بالنسبة لصاحب الحال أيها الإخوة الذي تأتي منه الحال، إما أن يكون فاعلاً وإما أن يكون مفعولاً، فالحال تأتي من الفاعل وتأتي من المفعول. فادخلوا الباب سجداً، هذا حال من ماذا؟ من الفاعل الذي هو الواو. ادخلوا أنتم الباب سجداً، أي حال كونكم ساجدين، حال كونكم ساجدين. نعم. ومنه كذلك قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا حال من جميعا، أليس توكيدا؟ أنا لم ندرس كلمة جميع في التوكيد. هل هي هنا توكيد أو شيء آخر؟ طيب، لنعتبر أنها توكيد، أليس التوكيد من التوابع؟ وشأن التوابع أن تكون مثل متبوعها في حكم الإعراب، أليس كذلك؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما في، لو كانت توكيدا لقيلة: واعتصموا جميعكم. جميعكم، واضح يا اخوان؟ اضف الى ذلك تجردها من الضمير كما اشار الاخ الفاضل جزاه الله خيرا. جميعكم، اما جاءت جميعا هكذا بالنص فهذا دلاله على انها حال، بمعنى ان اللفظ يستعمل توكيدا ويستعمل حالا بحسب السياق، والسياق حكم هو الذي يجعلك تحكم عليه في الإعراب، هل هو توكيد أم هو حال. نعم. طيب، هذا عن التوكيد أو مجيء الحال من الفاعل، وقد تأتي من المفعول كقوله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أين صاحب الحال؟ ركزوا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما، نعم، ما الموصولة؟ الشيء المذكور، المذكور المشار إليه بما الموصولة، هو الذي يكون محضرا يوم القيامة، أي أعماله. تجد النفس أعمالها محضرة، ما عملته أي أعمالها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كذلك قوله تبارك وتعالى: أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا بالقراءتين. أين هو صاحب الحال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لحم أخيه. إذن فهذا كذلك حال من المفعول به، عرفتم يا إخوان؟ وربما جاءت الحال متراوحة بين الفاعلين والمفعول، بين الفاعل والمفعول، يعني تحتمل أن تكون حالا من الفاعل أو من المفعول. قالوا: ومن قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم حال كونهم كافة كما يقاتلونكم حال كونكم كافة. إذن فهي محتملة في العود عليهما، ويراد بها طبعا التوكيد على كل حال، ولها معاني أخرى ليس هذا مقام بسطها. طيب، ننتقل الآن إلى بعض الأحكام المتعلقة بالحال. طبعا الناظم رحمه الله تعالى، حتى نبقى دائما مرتبطين بالنظم خبيرين بتفكيكه، مثل فقال: كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، حالان من فعل المجيء، وصاحب الحال هو زيد. وباع عمرو الحصان حال كونه مسرجا. وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال واعرف المقاصد. مثل الأحوال الثلاثة: الحال الأولى التي يكون فيها الحال من صاحب حال فاعل، وهي قوله: جاء زيد ضاحكا، لأن زيد فاعل. ومن المفعول في الحال الثانية: باع عمرو الحصان مسرجا. من المسرج، عمرو أو الحصان؟ طبعا. إذن فالحصان هو المسرج وهي مفعول به. ومثل للثالثة التي تحتملهما: وإنني لقيت عمرا رائدا. الرائد هو الذي يتتبع مواطن الكلأ، الرائد راد في الأرض أي تتبع مواطن الكلأ. وإنني لقيت عمرا رائدا، أي حال كوني أنا رائدا أو حال كوني عمري رائدا، فهي محتملة من باب قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. قال: فعل مثال واعرف المقاصد، اعرف المقاصد واعرف أنني قصدت إلى بيان ما هو فيه
صاحب الحال فاعل، وما كان مفعولا وما كان محتملا لهما معا. واضح إخوان؟ انتقل إلى الأحكام التي أسلفت الإشارة إليها فقال: وكونه نكرتين يا صاحي فضلة يجب باتضاح. طبعا هو يكون فضلة ولا شك في ذلك، لأنه ليس بعمدة، والفضلة ما يستغنى عنه في الكلام، فقد تقول جاء زيد من دون أن تقول ضاحكا والكلام تام، وليس كذلك، تمت الفائدة. وكونه نكرة فالحال لا تكون إلا نكرة باضطراض لا ينخرم، الحال تكون نكرة فحسب، وما أوهم خلاف ذلك فهو متأول بالنكرة. أعيد لتسلم القاعدة: الحال إضافة إلى كونه فضلة فإنه لا يكون إلا نكرة، لا يكون معرفة بحال. أما ما أوهم من ألفاظ الحال التعريف فإنه متأول بالنكرة، كما لو قلت جاء زيد وحده فظاهره أنك أضفت كلمة نكرة إلى ضمير، وما أضيف إلى الضمير صار معرفة، أليس الضمير أعرف المعارف بعد اسم الله؟ قالوا: هي في الحقيقة معرفة لفظا منكرة معنى، لأن قولك جاء زيد وحده أي جاء منفردا، جاء منفردا، لذلك من الخطأ الشائع يقول جاء فلان لوحده، هذا غير سليم عربية، لأن الحال لا يجر باللام، تبعتم يا إخوان؟ شائع كثير، أليس كذلك؟ جاء لوحده وذهبت لوحدي، هذا غلط في الاستعمال، وإنما الصواب أن تقول جئت وحدي أو جاء زيد وحده. أيضا من الألفاظ الموهمة التعريف في الحال قوله: أرسل إبله العراك، أرسلها العراك، فإنه في تأويل أرسلها معتركة. وجاء القوم جاءوا الجماء الغفيرة، أي جاءوا مجتمعين، جاءوا مجتمعين. إذن وبذلك تسلم القاعدة التي تنص على أن الحال لا يكون إلا نكرة ولا يتعرف بحال من الأحوال. واضح إن شاء الله؟ طيب، هذا عن ما يتعلق بالحال. نأتي إلى صاحب الحال. إذن الحكم السابق أو حكمان وهما التنكير وكونها فضلة، هذا متعلق بالحال. أما صاحب الحال فأيضا له أحكام. قالوا: الأصل فيه أن يكون معرفة بعكس الحال. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وهذا هو الغالب، بل قالوا: لا يأتي نكرة إلا بمسوغ. الأول جاء على أصله فلا يسأل عن علته، إذا جاء صاحب الحال معرفة لا تقول لماذا جاء معرفة، لأن هذا هو الأصل. بينما إذا جاءك صاحب الحال نكرة فاعلم أن ثمة مسوغا لتنكيره. قالوا: المسوغات كالتالي، أو هي ثلاث مسوغات إجمالا، مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. أولها أن تتقدم عليه الحال، أن تتقدم عليه الحال، فإذا تقدمت الحال ساغ لك المجيء بصاحب الحال ماذا؟ نكرة، كما في قول الشاعر: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لميت طلل حال كونه موحشا، لكن لما تقدمت الحال جاء الطلل الذي هو صاحب الحال نكرة. لميت موحشا طلل، فلما تقدمت الحال ساغ تنكير صاحب الحال، هذا مسوغ أول. المسوغ الثاني من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة تخصيصه بوصف، تخصيصه بوصف، لأن النكرة تخصص بالوصف أو بالإضافة، بارك الله، إذا أضيفت إلى نكرة مثلها، لأن إذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفة، تعرفت. إذن فهذان هما المسوغان. المسوغ الثالث والثاني والثالث هو أن تخصص بوصف أو أن تخصص بإضافة. أن تخصص بوصف كما في قول الشاعر مثلا: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. كلمة مشحونا حال من فلك، في فلك ماخر في اليم مشحونا، أليس فلك صاحب الحال؟ أليس نكرة؟ ما الذي سوغ مجيئه نكرة؟ الصفة، خصص بوصف وهو في فلك ماخر، أي يمخر البحر ويشقه، في فلك ماخر في اليم مشحونا. نعم، هذا مثال من كتاب الله عز وجل. أي نعم، قوله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر أمرا. صاحب الحال هو أمر الأول وهو نكرة، أليس كذلك؟ أمرا من عندنا هو الحال. لماذا جاء صاحب الحال نكرة؟
موصوف بماذا؟ بحكيم. يفرق كل أمر حكيم بعد ذلك جاء الحال. هذا عن تخصيصه بوصف. قد يخصص بإضافة، أي بإضافة نكرة إليه، لأن النكرة متى أضيفت إلى المعارف تعرفت، ومتى أضيفت إلى النكرات تخصصت، استفاد التخصيص. من ذلك قوله تبارك وتعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام صاحب الحال هو أربعة، ثم أضيفت إلى نكرة وهي أيام، فساغ مجيء الحال منها مع كونها نكرة. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالحال وصاحبها. بقي نقول فقط بأن الحال كما أنها ترد مفردا اسما كما ذكرنا فقد تأتي جملة، وحينئذ إما أن تقترن بالواو وإما أن لا تقترن. وجاءوا أباهم عشاء، جاءوا أباهم لأن فيها دروسا كثيرة مرت معنا. جاءوا شيخ أحمد اختصارا ما شاء الله، جاءوا ما فيها كلام هكذا يعني يحتاج إلى أيوة لاتصاله بواو الجماعة. نعم جميل جميل. جاءوا منصوب، أي منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه الأسماء الخمسة، وهو نعم مر معنا الآن ولا لا؟ ظرف، لذلك سألناكم عنه. ظرف منصوب وعلى منصوب يفتح الظاء. يبكون أيوة طبعا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور هذا الفعل؟ أحسنت أيوة أيوة ما شاء الله أتعبت من بعدك يا شيخ أحمد بارك الله فيك كرمكم الله نفع الله بكم. جميل. إذن هذا عن عدم اقترانه بالواو. قد تقترن جملة الحالية بالواو كما في قوله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. إلى هنا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالحال ونمر إلى التمييز. تفضل شيخنا. قال رحمه الله باب التمييز اسم مبين، اسم مبين لما قد انبه من الذوات. دقيقة يا شيخ دقيقة. اسم مبين، مبين أعتقد أن هذا خطأ. اسم مفسر، اسم مفسر مبين حقيقة صحيحة، لكن أتكلم على النسخة. صححوا نسخكم لا حول ولا قوة إلا بالله الكمال لله. اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، هكذا النسخة. نعم هذا الصحيح. اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد طاب زيد نفسه ولي عليه أربعون فلسة وخالد أكرم من عمر أبا وكونه نكرة قد وجبا. طيب. نوع آخر من أنواع المنصوبات وهو شبيه بالحال في بعض أحكامه ولذلك جعلهما مترادفين وهو التمييز. فكلاهما فضلة وكلاهما مفسر لشيء، كل من الحال والتمييز فضلة وكل منهما مفسر لشيء معين. واختلف في نوع هذا المبين، اختلف في نوع هذا المبين أو المفسر. التمييز ويسميه النحاة بالمميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر، كلها مصطلحات لمسمى واحد. التبيين والمبين والتفسير والمفسر والتمييز والمميز كلها مقصود بها أمر واحد. والتمييز هو اسم صريح، اسم صريح مبين أو مفسر لما استبهم من الذوات والنسب، هذا هو تعريفه. اسم صريح مفسر لما استبهم من الذوات والنسب. قال رحمة الله عليه اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. نعم. يقول الله تبارك وتعالى في على سبيل التمثيل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا بالأخسرين أعمالا يحسنون
صنعة، كلاهما تمييز، كلاهما تمييز. ثم أيها الإخوة، التمييز من حيث تقسيمه قسمان رئيسان، قسمان رئيسان، فمنه تمييز ذات وتمييز نسبة، تمييز نسبة ونبدأ به، وتمييز ذات. المقصود بتمييز النسبة هو الذي يرفع توهما في نسبة المحكوم به إلى المحكوم عليه، أو في نسبة الفعل إلى الفاعل. المقصود بهذا التمييز هو رفع توهم في النسبة، أي في العلاقة بين المحكوم به الذي هو الفعل مثلا والمحكوم عليه الذي هو الفاعل. فلو قلت مثلا طاب زيد وسكت، لبقي في هذه النسبة، أي نسبة هذه الطيبوبة لزيد، إبهام. ما الذي طاب؟ فكره، عقله، طاب عيشه، رزقه، صبره، أصله، ما الذي طاب فيه؟ فإذا قلت نفسا زال هذا الإبهام عن النسبة. لذلك سمي تمييز النسبة، لأنه يرفع التوهم في هذه النسبة التي جمعت بين المحكوم به والمحكوم عليه. أرجو أن الأمر واضح. طاب زيد نفسا، طاب زيد نفسا، نعم. ومنها الآية التي ذكرنا لكم، يعني يحسنون صنعا، هذا كذلك من تمييز النسبة. تمييز النسبة أيها الإخوة منه محول وغير محول. إذا أردنا أن نتحدث عن الأصل الذي نقل عنه، فسنجد أنه إما متحول عن شيء أصل، وإما أنه غير محول. التمييز نفسه كأنه كان في الأصل شيئا ما، لم يكن تمييزا ثم حول إلى التمييز. هذا التحويل إما أن يكون أو يكون عن أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون محولا عن فاعل، فحينما تقول طاب زيد نفسا، ما التقدير الأصلي؟ طابت نفس زيد، طابت نفس زيد. ومن ذلك المثال الذي ذكرنا، ماذا قلنا في الأول؟ نعم، قوله تبارك وتعالى في مثال آخر: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، هذا محول عن ماذا؟ عن فاعل، ما التقدير؟ اشتعل شيب الرأس، اشتعل، نفس التمييز تجعله فاعل، تجعله فاعل. كذلك قوله تبارك وتعالى: وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فهذا يسمى منقلبا أو محولا عن فاعل. التحويل الثاني أو النوع الثاني ما كان محولا عن مفعول، ومنه قوله تبارك وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا. ما معناها؟ أي فجرنا عيونا الأرض. قوله تبارك وتعالى: وأحصى كل شيء عددا، أي أحصى عدد كل شيء. فهذا محول عن ماذا؟ عن مفعول به. هناك نوع ثالث وقل من يذكره من النحاة، وهو المحول عن المبتدأ. المحول عن المبتدأ، كثير من الشروح إنما تتعرض للنوعين الأولين، فيذكرون المحول وغير المحول، ثم في المحول يذكرون ما كان محولا عن فاعل أو عن مفعول، ويجعلون الثالث غفلا لا يتحدثون عنه ولا يتعرضون له، وهو المحول عن مبتدأ: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. التقدير: مالي أكثر من مالك، نفري أعز من نفرك. فهذا مبتدأ ولا ما مبتدأ؟ مبتدأ، نعم. كذلك منه قول تبارك وتعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لو قلت أرجع إلى أصلها، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، بأس الله أشد، وبأس الله وتنكيله أشد، بأس الله وتنكيله أشد. النوع الثاني وهو غير المحول، غير المحول. إذا قلت مثلا: ملأت الكأس ماء، هل تستطيع أن تحولها إلى فاعل أو إلى مفعول أو إلى مبتدأ؟ حاولوا، ما يأتي منها لا فاعل ولا مفعول ولا طيب. ومن قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لا تستطيع أن تحولها لا فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ. انتبهتم؟ هذا ما اصطلحوا عليه بتسميته بتمييز النسبة غير المحول، تمييز النسبة غير المحول. هذا ما يتعلق بالنوع الأول، وهو تمييز النسبة وبيان ما فيه من محول وغير محول. الثاني أو النوع الثاني هو قسيم تمييز النسبة، تمييز الذات، وهو الذي يقع بعد العدد والمقادير، وهو الذي يقع بعد عدد أو مقدار من المقادير. يدخل في ذلك الموزونات والمكيلات والمساحات وما عومل معاملتها، لأن يعني العرب قد تستعمل توسعا في اللفظ شيئا ليس متعارفا أنه مقدار من المقادير التي تقدر بها الأشياء، لا وزنا ولا كيلا ولا مساحة، ولكنها تنزله منزلة ذلك، سأتعرض له. إذن
العدد 11 كوكبا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن هذه الكلمات النكرات المنتصبات بعد عدد هي تمييز، تمييز ذات. كذلك قد يقع بعد الموزونات، تقول مثلا اشتريت رطلا مثلا حنطة، أو وقرا حبوبا مثلا، أو مثقالا ذرة مثلا، هذه موزونات. أو مكيلات، اشتريت إردبا قمحا. ما الفرق بين الكيل والوزن أيها الإخوة؟ كيف نعرف أن هذا وزن أو أنه كيل؟ الله أصحاب الفقه. الأخ ما شاء الله جواب جميل، يقول الكيل ما يكال والوزن ما يوزن، بعد جهد وعناء فسر الماء بماء. طيب ما الفرق بين، نريد ضابطا يحفظه الشباب، تفضل. نعم اي والله العرف صح فعلا. هذا لا يكفي يا شيخ العرف، والعرف امر يجب عند ارتكاب الرياب. الذي هو احسنت ايوه، والوزن ما شاء الله حفظك الله، حمت حول الحما ووقعت فيه إن شاء الله. نعم المكيال هو وعاء للمكيل، وعاء شيء تجعل فيه ما تكيله. أما الميزان ففيه مقابلة، ففيه كفتان. الآن اللتر هل هو كيل ولا وزن؟ كيل ولا وزن؟ كيل. أليست القارورة تضع فيها الزيت مثلا؟ فهي كيل. فإذا كنت تضع الشيء وسطه تستوعيه إياه تجعله وعاء فهو كيل، وإلا إذا جعلته مقابلا له خارجه فهو وزن. هذا إذن مثال. كذلك المساحة، تقول مثلا اقتطع فلان شبرا أرضا، والعياذ بالله، شبرا أرضا وقع بعد مساحة. هذه هي المقادير المتعارف عليها، وهي الموزونات والمكيلات والمساحات. هناك شيء ليس من قبيلها ولا يستعمل في ذلك على الأصل، ولكن العرب عاملته معاملته، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. هل ملء الأرض مكيال معروف عند الناس أو مقدار معين؟ لكنه استعمل استعمال المقادير، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى من سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة، والذر هو أصغر النمل، هل هذا مكيال أو مقدار؟ لكنه عمل معاملته، فذلك انتصب الاسم بعده على التمييز حتى يدخل إذن ما وقع بعد عدد أو مقدار كالموزونات والمكيلات والمساحات، وما نزل منزلة ذلك. هذا أيها الإخوة هو تمييز الذات. طيب بالنسبة للأحكام المتعلقة بالتمييز، فلا بد أن يكون فضلة كما ذكرنا، ولا بد أن يكون نكرة، ثم إنه لا بد أن يتأخر إذا يعني يكون بعد تمام الكلام. التمييز لا يتقدم، ليس مثل الحال، ثم رأيتم بأن الحال قد يتقدم صح، لميت موحشا طللوا، أما التمييز فلا بد للتمييز أن يكون آخرا أي بعد تمام المعنى. نقف عند هذا القدر، ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أريد أن أكثر عليكم لأن عندنا فسحة في الوقت، فخذوا راحة إن شاء الله تبارك وتعالى. سنأخذ بإذن الله تعالى دقيقة بس اصبروا علينا الله يحفظكم. نأخذ بعد المغرب درس الاستثناء، طالبتكم بالأمس بواجب. تفضل يا شيخ. ذكرنا بيتا وهو قول الشاعر: ما خلتني زلت بعدكم ضمنا، أشكو إليكم حموة الألم، أشكو إليكم حموة الألم، ما خلتني زلت بعدكم ضمنا، أشكو إليكم حموة الألم. نريد أن نعرب شيئا فشيئا حتى إن شاء الله نهتدي إلى الإعراب الصواب. بسم الله. تفضل يا شيخ. تفضل ما شاء الله، أفيدنا حفظك الله. جميل. أيوة. ما نافية. أي نعم. أي نعم. تبي تاء تاء فاء تاء إيش قلنا؟ ضمير
أيوة طيب نعم أيوة إذن فاعل أيوة طبعا خالة من الأفعال القلبية التي مرت معنا تذكرها طيب نعم خلتني والنون للنون الوقاية أيوة. نعم لا محل من الإعراب أيوة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل وصل مفعول به أول جميل الرفع نعم والتاء ضمير متصل مبني على المبني محل رفع اسم زاد اسمها نعم ايوه بعدكم ظرف زمان منصوب بالفتحه والكاف الخطاب والميم علامه الجمع والظرف متعلق بعدكم طبعا مضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه صح ايوه أنا أولا خليني أستشير المحكمة الموقرة هل تسلمون بما يقوله شيخنا تموافقون ولا أنت الآن وصلت بنا إلى ما خيتون زيدنا بعدكم ضمنا إلى هنا هذا هو الذي يهمني في الحقيقة أيوة تفضل أنا ترى خليك معي بس الله يحفظك كلامك موصول الله يجزاك خير الشطر الأول قائم بذاته اعتبروا أن الواجب الشطر الأول فقط أنت الآن قلت ضمينا جعلتها مفعول به ثاني أليس كذلك طيب لا زال أين خبرها لا زال خبرها جملة أشكو ما كملت جملة أشكو ما رأيكم ها تفضل خلاص سمعنا جزاك الله خير ممتاز أيوة. أحسنت أيوة أيوة مفعول ثانيا بدون أن تقول سدت نعم هذا هو الإعراب الذي أرتضيه الله أعلم أي. ترى لو رجعت إلى المعنى أنا دائما أقول لا بس أنت جعلت أشكو هو الخبر ما خلتني زلت ضمنا أنا لا زلت ضمنا لا زلت ضمينا إذن فضمينا متعلق بلا زال أليس كذلك وهذه الجملة ما دمنا نحتاج إلى مفعول ثاني لأن خال يطلب مفعولين وقد وجدنا واحدا فقط فهي في حكم المفعول أيه. أنا لا تهمني أدينا هذا الفخ في الحقيقة في الشطر الأول سأل الأخ زال الله خير قبل أن نصرف كان بقي طيب مازال في وقت سألني ما الفرق بين عطف البيان وعطف والبدل طبعا كثير من الأحوال التي يصح فيها إعراب الكلمة بدلا يصح إعرابه عطف بيان لكن النحاة فرقوا وإن كان في الحقيقة مثل هذا لا يذكر في هذا الكتاب لكن مدام السؤال عنه جاء نتكلم عنه اكتبوا هذه الأبيات أولى اكتبوا أحسن اكتبوا أبيات تجمع لكم الفائدة كلها وإذا أتيحت فرصة نشرحها إن شاء الله تمييز ما بين البيان والبدل تمييز ما بين البيان والبدل تمييز ما بين البيان والبدل على ثمانية أوجه حصل على ثمانية أوجه حصل فالعطف لا يكون مضمرا ولا فالعطف لا يكون مضمرا ولا تابعه ولا تابعه ولا بخلف ما تلا تابعه ولا بخلف ما تلا وليس من جملة أخرى قدرا وليس من جملة أخرى قدرا ولا يكون فعل نوم كررا ولا يكون فعل نوم كررا فعل نوم بالنقل ولا يكون فعل نو مكررا ولا يكون فعل نو مكررا شطر البيت الأخير بلفظ أول ولا كالبدل بلفظ أول ولا كالبدل في قصد إحلال محل الأول في قصد إحلال محل الأول وأحيلكم في شرح هذه الأبيات إلى مغني اللبيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولك البدلي في قصد إحلال محل الأول. هي واضح، هي لو قرأتوا نبيت تفهمونها واضحة جدا، ما يحتاج.